خناقة بين واحد وأخته على الميراث، وخناقة عادية بتتكرر في كتير من البيوت والأسر في زماننا ده. وفي وسط الخناقة الأخت تقول لأخوها إنه هربان من التجنيد، فيرد الأخ ويقول لأ أنا مش هربان من التجنيد، أنا كنت هربان من التجنيد وخلصت موقفي القانوني وأخدت شهادة إني مش مطلوب للتجنيد عشان تخطيت سن 30 خلاص. وينشر صورة الشهادة اللي بتقول إنه تخلف فعلا عن التجنيد بس تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تسوية الموضوع. دي قصة المواطن مصطفى أحمد محمد حسن والشهير باسم مصطفى قمر. والعجيب بقى إن القصة دي كلها إن بعدها نلاقيه بيعمل أغنية وطنية وبيتكلم عن حب مصر وجايب في الفيديو كليب بتاعها لقطات للعساكر اللي عبروا القناة في حرب أكتوبر ولقطات تانية للمجندين اللي واقفين في الحراسة وبيخدموا البلد، بلد العجايب فعلا يعني. فوق الكل يا مصر، يا مصر فوق الكل يا مصر، يا مصر فوق الكل يا مصر، واسمك عندي ساوي كتير، واللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، وما فكرش انا في اللي يغير. مصطفى قمر اللي طول عمره ملوش في السياسة ومحدش فاكر ليه أي موقف سياسي، لا أيام مبارك ولا ثورة يناير ولا حتى أيام مولد النبي، فجأة تلاقيه نازل في مظاهرات 30 يونيو ضد الدكتور محمد مرسي، ونلاقيه ملعلع كده على المنصة اللي كانت معمولة للمتظاهرين عند قصر الاتحادية، وبيقول أدعية وتواشيح وأغاني عشان يتحول المواطن الهربان من التجنيد إلى واحد من الرموز الوطنية في لقطة عبثية جدا جدا جدا، وهي دي مصر يا عبلة. يا رب افتح قلوبنا لبعضنا وعدي مصر من الخطر، يا رب بارك في المداين والجناين والبشر، يا رب افتح قلوبنا لبعضنا واللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطيه، ده انت كبيره وكل كبير الناس بتبص عليه. ولو مستغرب من الحكاية الفانتازيا دي، خليني أقولك إن مش أول ولا آخر واحد يكون هربان من التجنيد وبعدين نلاقيه بيغني أغاني وطنية ومصر هي أمي. عادي جدا عندك تامر حسني واللي مسمي نفسه نجم الجيل. نجم الجيل كان بيعمل نفس حركة مصطفى قمر، يستنى لحد ما يبقى عمره 30 سنة وساعتها يروح يقدم في التجنيد وياخد الإعفاء، ويا دار ما دخلت ميري. أنا عايز أقول حاجة، طبعا الخدمة الوطنية واجب على كل شاب، وده الصح، ان الانسان لازم يتوجه لخدمه بلده. انا كان عندي ظروف معينه في حياتي، يعني انا لما اتخرجت من الجامعه اتخرجت مسكت في حلمي، فالحلم خدني، يعني انا بصرف على امي مش عارف اروح فين، يعني انا كل يوم بجتهد عشان اصرف على امي، طب انا لو مش معاها هي هتعمل ايه؟ فحلمي خدني، ده غلط. يعني الغلطه جت من هنا، يعني المفروض الواحد بعد ما يخلص جامعه بيخش جيش. بس بما ان انت عندك فرصه ان انت يجي عليك سن 30 سنه وتاخد اعفاء، فممكن حد يقول ايه، طب انا هستنى 30 سنه. فاهمني؟ فيمكن انا سلكت ده، يعني قلت استنى اخد اعفاء زي اي حد، فخلاص داخل على سن 30.
تامر حسني بيقول انه اتنصب عليه لما جه واحد ادعى انه عميد جيش وانه راجل واصل وليه علاقات كويسة وممكن يخلص له ورق الجيش بتاعه عشان يعرف يسافر ويعمل حفلات برا مصر. وطلع البني آدم ده اصلا لا هو واصل ولا هو اي حاجة، وطلع الموضوع كله فنكوش عشان تكون النتيجة ان تامر حسني يتحكم عليه من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة سنة، وتخفف الحكم ده بعد كده وبقى 6 شهور. لكنه اتفاجئ بعد نهاية مدة العقوبة انه هيبدأ بعدها يقضي الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري، ونلاقيه طلع من السجن الحربي على التجنيد على طول من بره بره. تامر حسني وقت ثورة يناير كان هاجم الشباب اللي نزلوا المظاهرات وطالبهم ان هم يروحوا بيوتهم، وبعد شوية لقيناه نزل التحرير مع الثوار، فطبعا الناس قابلته مقابلة مش تمام. ساعتها اعتذر وقال انه كان مضحوك عليه برضه واتضغط عليه عشان يطلع ويقول الكلام ده. بعد ثورة يناير لما كانت الدراما ماشية مع المزاج الثوري في البلد وكان الفن بيعبر عن مشاعر الناس وألمهم وطموحاتهم مش بيعبر عن رغبة السلطة السياسية وأوامر جناب الزعيم القائد زي اليومين دول، لقينا نجم الجيل عمل مسلسل اسمه آدم. المسلسل بيحكي انتهاكات أمن الدولة ضد الشعب المصري قبل الثورة والانتهاكات اللي المصريين عارفينها وحافظينها حتى لو ما كانوش شافوها قبل كده. أهو المسلسل ده بقى خلاهم يشوفوا على إيد سيف الحديدي اللي الناس كانت بتدعي عليه على الفطار في رمضان كأنه شخصية حقيقية بالظبط. مشكلة يا باشا، مش عايز تسمع، انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك، دلوقتي تعرف. افتح الميه، افتح التلفزيون. افتح، عايز الكهرباء لحمك؟ كده اخويا اسمه حماده. ايه يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عادل. انت هبعت اجيب لك مسكن. وعشان الدنيا دوارة والسياسة ملهاش أمان راحت الثورة وراحت أيامها، وجينا الأيام 2013 ورجعت تاني أيام أمن الدولة، ورجعت تاني معاناة المصريين معاها، ورجع تاني القهر والافتراء بتاع الأجهزة الأمنية أضعاف أضعاف اللي كان موجود قبل الثورة. وسبحان الله، صدق أو لا تصدق، لقينا تامر حسني اللي كان هربان من التجنيد بيشارك في الاحتفالية بتاعت 6 أكتوبر ل2021 وبيغني أوبريت كده اسمه كمل عبورك، طبعا في حضور الزعيم وكل رموز النظام،
وكلام الغنوة طبعا متوجه للزعيم نفسه. كمل عبورك، قال يعني كان مع اللي عبروا في 73، تطبيلة فنية كده على الماشي لكن تعدي. المهم في نفس الوقت اللي كانت قضية تامر حسني بتاعة التهرب من التجنيد شغالة في 2006، كان في مغني تاني اسمه هيثم شاكر كان معاه في نفس القضية، واتحكم عليه برضو بست شهور حبس، وبعدها قضى كمان الخدمة العسكرية مع تامر حسني. وطبعا مش غريب بقى لما اقولك انه طلع بعدها وتحول لفنان وطني جدا، وقالك ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، رغم انه برضو كان هربان من التجنيد يعني اللي الشباب كلهم شاكر عمل لقاء مع موقع فيتو، والصحفيين اللي استضافوه سألوه السؤال اللي كان بيشغل مصر كلها ساعتها، انتخاب الزعيم لرئاسة الجمهورية. هيثم شاكر الحقيقة رد بشياكة وقال انه مش عاوز يتكلم في السياسة عشان مش عاوز يأثر على رأي الناس عشان شعبيته الجارفة يعني، وقال ربنا يولي الأصلح. بص اقول لك على حاجه، انت كده قطمت الموضوع من النص. انا ما بحبش اتكلم في السياسه خالص. اقول لك ليه؟ مبدئيا ما فيش حد في البلد مش مهتم بالسياسه وما بيقراش سياسه ومتابع سياسه ونفسه في حاجات كتير جدا، بس انا هتكلم عن نفسي انا كفنان. الفنان عامه بيبقى ليه ناس بتحبه، بيبقى ليه ناس معتبره ان هو قدوتهم، بيقلدوه في اي حاجه بيعملها، تسريحة شعره وطريقة لبسه، بتوصل للمثلا البرفيم اللي بيحب يستعمل، حاجات كتير قوي بيحب يعني بيبقوا شايفينه هو قدوتهم فبيحاولوا يقلدوه في اي حاجه بيعملها. الفنان ده ما هوش ملاك، معرض للصح وللغلط، ممكن يبقى رايه صح وممكن يبقى رايه غلط. انا ما بحبش اتكلم في السياسه لان انا ممكن يكون وجهه نظري غلط او رايي غلط وناس تكون بتحبني وبتصدقني تمشي ورايا واطلع انا في النهايه غلط عشان زمانهم. الموضوع ان انت تيجي هنا وتصلي وانت بتقول رايك في السيسي ولا عليك اخوان. لا 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 خالص، لا خالص خالص خالص، انا ما بنتميش لاي تيار ولا اي حزب ولا محسوب على اي حاجه، انا مواطن مصري نفسي البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا مع اي حد، مع اي حد يعني ربنا يولي الاصلح ان شاء الله يعني للبلد دي. انا نفسي يعني انا راجل بغني اخواني ازاي؟ بتتكلم ازاي؟ الكلام ده كان قبل انتخابات 2014، لكن قبل انتخابات 2018 يظهر ان هيثم شاكر كان ليه رأي تاني خالص وعاوز يأثر في رأي الناس المرة دي عادي جدا. لقينا نفس الشخص بينضم لحملة عشان نبنيها لدعم ترشح الزعيم لفترة تانية. مش بقول لكم فعلا احنا بلد العجايب. الصدفة هنا ان الخبر بتاع حملة عشان نبنيها ده كان تاني يوم خبر القبض على رامي صبري بسبب تهربه برضو من أداء الخدمة العسكرية، اللي هو تقريبا هيثم شاكر فهم الرسالة وقال أنفد بجلدي قبل ما يقبضوا عليا أو يدخلوني الجيش تاني. خلاص يا جماعة أنا ليا في السياسة أهو وبدعم الزعيم الكبير قوي قوي أهو، وهو رامي صبري ده اللي اتعمل كارت إرهاب لهيثم شاكر هو كمان فهم الرسالة، وفي انتخابات 2018 عمل فيديو انه انتخب السيد الزعيم مع انه المفروض انه اتقبض عليه وراح يخدم في الجيش، بس الظاهر كده انه اتعلم الدرس وبقى يسمع الكلام. النهارده انا رحت انتخبت اهو النهارده انتخبت طبعا، مبسوط النهارده بالناس كتير قوي ما شاء الله بجد، وحاجه مشرفه لينا وللعالم كله ان شفنا ان احنا عندنا انتخابات وننزل ننتخب ودي احسن حاجه في الموضوع. فنانين يهربوا من الخدمه العسكريه وبعدين هم اللي بيغنوا اغاني وطنيه ويتكلموا عن التضحيه وعشان خاطر مصر وتراب مصر وجيش مصر، وفي الاول وفي الاخر هيفضل تاريخ كل فنان هو اللي بيخلي الناس تصدقه او ما تصدقهوش، لان الناس خلاص ما بقتش بتاكل من الشو الاعلامي والسوشيال ميديا بتوريهم حياه الفنان الحقيقيه وبتخليهم يعرفوا الفنان المحترم والفنان قليل الاصل.
والحقيقة دي كانت كواليس النهاردة لبعض الفنانين الوطنيين طبعا، لكن هربوا من التجنيد. تعالوا بقى نشوفكم في حلقة جاية وكواليس جديدة بين الفن والسياسة.